بعد اخذ ورد اتفقت الدول الضامنه لمناطق خفض التصعيد في سوريا اخيرا على تاريخ انعقاد مؤتمر الحوار السوري في تسوتشي الروسيه نهايه كانون الثاني المقبل. المؤتمر الذي تريد موسكو ان يكون محطه الحوار الذي يمهد للحل في سوريا بعد الفشل الذريع الذي منيت به مفاوضات جنيف ثمانيه باعتراف المبعوث الاممي ديمستورا. وعلى مدى الجولات الستة عشر بين استانا وجنيف التي استغرقت ستة اعوام لا يزال الطابع الاساسي للمفاوضات رفض النظام لمناقشة مرحلة انتقالية في البلاد كما تنص قرارات مؤتمر جنيف الاول وبحث مصير بشار الاسد هذا الذي تتمسك المعارضة السورية بإبعاده ورموز نظامه عن اي حل يتعلق بمستقبل البلاد ويفسر حاليا للرفض الواسع منها لمؤتمر سوتشي فروسيا بنظر المعارضة تسعى للالتفاف على عملية السلام التي تجري في جنيف برعاية الأمم المتحدة بأجندة الظاهر منها شيء وباطنها شيء آخر لعب الروس في الثلاثين من أيلول 2015 من خلال تدخلهم العسكري في سوريا دورا كبيرا في تغيير المعادلة على الأرض لصالح حفظ النظام من الانهيار وردع المعارضة التي كانت تزحف وتقترب من القصر الرئاسي لكن البلاد تعرضت بالمقابل للقتل والدمار بينما تركت المعارضة نتيجة الضغط السياسي الروسي على الأطراف الدولية تركت بحالة من الضعف للقبول بسياسة الأمر الواقع التي أشار إليها ديمستورا مراراً وفي سوتشي الروسية ذات المناخ الشتوي المعتدل وتوقع أن تشهد المحادثات أجواء ساخنة قد لا تروق لبعض أعضاء الدول الضامنة في ظل تحديد موسكو أجندة مسبقة لتشكيل مجلس أعلى للمؤتمر على أن يوقع بشار الأسد بموافقة موسكو مرسوم تشكيل للجنة دستورية يترك لأعضائها خيار الذهاب إلى دستور جديد أو تعديلات في الدستور الحالي وهو أمر سيعقد الأمور في المدن السورية التي تعرضت للدمار ولن تقبل في حال نجاح أجندات مؤتمر سوتشي بأن يكون مستقبل سوريا بيد موسكو